ما هي الزائدة الدودية؟ قد يكون وجود زائدتك الدودية في نهاية الأمر يخدم وظائف بيولوجية هامة. من أوائل الأشياء التي نتعلمها في المدرسة عن التطور أن جسم الإنسان لديه عدد من الأعضاء غير وظيفية مثل الزائدة الدودية وأضراس العقل والذيل. وقد تلاشت هذه الأعضاء تدريجيا من خلال تبني أنماط معيشة جديدة مختلفة عن أنماط معيشة أجدادنا البدائيين. وبينما تتسبب أضراس العقل بآلام أكثر من تسببها بأي شيء جيد، فإن الزائدة الدودية يمكن ألا تكون أكثر من مجرد قنبلة موقوتة موضوعة في بطنك. ولكن ظهرت دراسة جديدة تقول أنه من ممكن أن تلبي وظيفة بيولوجية هامة لا يمكن للبشر الاستغناء عنها. الباحثون في جامعة ميد ويسترن تعقبوا ظهور واختفاء وإعادة ظهور الزائدة الدودية في عدة سلالات للثدييات على مدى 11 مليون سنة الماضية. ولمعرفة عدد المرات التي اختفت فيها الزائدة الدودية وظهرت مرة أخرى بسبب الضغوط التطورية. وقد وجدوا أن الزائدة تطورت 29 مرة على الأقل، وعلى الأرجح 41 مرة على مدى تطور الثدييات، واندثرت 12 مرة على الأكثر. إن ظهور الزائدة بشكل ملحوظ أكثر من خسارتها يعد دليلا إحصائيا قويا على وجود قيمة تطورية هامة لهذه البنية. كما يقول فريق البحث، يمكننا بثقة رفض الفرضية القائلة بأن الزائدة الدودية هي بنية بدون وظيفة، ولا تحمل قيمة تكيفية أو وظيفية في الثدييات. حيث إذا كانت الزائدة قد ظهرت مرات متعددة عند البشر والثدييات الأخرى عبر ملايين السنين، إذا ما هي وظيفتها؟ تنص الحكمة التقليدية أن الزائدة هي بقايا منكمشة من عضو لعب دورا هاما في سلف بعيد من أسلاف البشر منذ ملايين السنين. السبب أنها لا تزال موجودة، وأحيانا لا بد من إزالتها بسبب التهابها المميت وتمزقها. هو أنها مكلفة من الناحية التطورية للتخلص منها نهائيا. بعبارة أخرى، فإن الجهد الذي سيبذله الجنس البشري ليفقد الزائدة تدريجيا خلال آلاف السنين من التطور لا يستحق كل هذا العناء، لأنه في الغالبية العظمى من الناس تتواجد الزائدة الدودية في الجسم دون أن تسبب أي ضرر. لكن ماذا لو أنها تفعل أكثر من مجرد التموضع في الجسم؟ ظل الباحثون يعملون لسنوات عن وظيفة ممكنة للزائدة الدودية، والفرضية الرائدة الآن هي أنها مرتع لبكتيريا معوية صديقة تساعدنا على درء التهابات معينة. من أفضل الأدلة لدينا لهذا الاقتراح هو دراسة من سنة 2012، والتي وجدت أن الأفراد الذين لا يملكون الزائدة الدودية كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة مرة أخرى بالتهاب القولون العسير، وهو عدوى بكتيرية تسبب الإسهال والحمى والغثيان وآلام في البطن. كما توضح مجلة The Scientific of America، فإن تكرار هذه الإصابة لدى الأفراد الذين تكون الزائدة الدودية سليمة عندهم يحدث بنسبة 11% من الحالات التي تم الإبلاغ عنها في مستشفى وينثروب الجامعي في نيويورك، بينما تبلغ نسبة إصابة الأفراد الذين استأصلوا زائدتهم الدودية 48% من الحالات. وحصل فريق جامعة ميد ويسترن على نفس الاستنتاج، ولكن بمنهج بحثي مختلف. بداية قاموا بجمع المعطيات حول وجود أو عدم وجود الزائدة الدودية وغيرها من صفات الجهاز الهضمي والصفات البيئية لدى 533 صنفا من الثدييات في 11 مليون سنة الماضية، ثم تتبعوا كيفية تطور الزائدة الدودية وأعضاء الجهاز الهضمي والصفات البيئية المختلفة لكل شجرة وراثية من هذه الأنساب المختلفة خلال سنوات التطور، ووجدوا أنه بمجرد ظهور هذا العضو فلا يتم زواله بعد ذلك. صرح الفريق الطبي في بيان صحفي: تطورت الزائدة الدودية بشكل مستقل في العديد من سلالات الثدييات لأكثر من 30 مرة منفصلة، ولم تختفي أبدا من أي سلالة تقريبا بمجرد ظهورها. هذا يشير إلى أن الزائدة الدودية تخدم غرض التكيف. أخذ الباحثون بعد ذلك العوامل البيئية المختلفة، السلوك الاجتماعي للأنواع
النظام الغذائي، الموطن والمناخ المحلي بعين الاعتبار لمعرفة ما إذا كان غرض التكيف هو السبب. وجدوا أن الأصناف التي استعادت أو حافظت على زائدتها الدودية كان لديها متوسط تراكيز النسيج اللمفاوي في الأعور أعلى، وهو جيب صغير. الأعور هو جيب صغير يتصل بالجزء الذي يربط ما بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة. هذا يشير إلى أن الزائدة الدودية يمكن أن تلعب دورا مهما في الجهاز المناعي لدى الأنواع، بالذات بسبب كون النسيج اللمفاوي معروف بتحريض نمو أنماط معينة من بكتيريا الأمعاء النافعة. بالرغم من كون هذا الاتصال بين الزائدة الدودية وعوامل الأعور مطروحا مسبقا، فهذه أول مرة يتم التحقق من صحته إحصائيا. ما هي العلاقة ما بين وجود الزائدة الدودية والجهاز اللمفاوي؟ الدراسة ليست قاطعة، لكنها تقدم وجهة نظر مختلفة عن الفرضيات التي كان يقتنع بها الإنسان حول الزائدة الدودية ودعمها للمناعة طوال الوقت. التحدي الآن هو إثباتها، لكن القول أسهل من الفعل. كما نرى، فإن معظم الناس الذين أزالوا زائدتهم الدودية لا يعانون من آثار متقدمة طويلة الأمد. قد يكون ذلك بسبب زيادة نشاط الأنسجة المناعية في الأعور والأماكن الأخرى في الجسم بعد استئصال الزائدة الدودية لتعويض الخسارة الناجمة. الشيء المؤكد في كل هذا هو أننا غالبا لن نستعيد ذيولنا، فمن السابق لأوانه شطب الزائدة الدودية.